شحال دابا تقريبا هو هذا المشكل عنده؟ لاباس شحال هو مريضش حتى ماشي عام، مشى للسبيطار تيقولوا لي غير يسوالي له تيجي فيتامين. دابا من السبت لهنايا، من السبت لهنا بدا عليا الحال، تفرقعت لي رجلي بزاف، ديناه السبت للسبيطار، قال لنا نهار ثلاث غيكون طبيب ديال العظام. لا حول ولا قوة إلا بالله. جينا من نهار ثلاث دينا ليهم، كنتسناو في الطبيب هنا يجي، هنا يجي من 7 الصباح، هنا يجي الطبيب، هنا يجي الطبيب، قالوا لنا راه كاين في الغرفة الأخرى. ملي لحقت لقيته ديال 5 د العشية، قال لنا الطبيب مشى ما كاينش. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة برشيد. لايف صادم، لايف يعني كيبكي والله بعلي اللي عنده 61 سنة، كيعاني من مرض السكري، ودابا عنده عملية ديال بتر يعني الرجل ديالو باش تقطع. كيقولوا العائلة ديالو بأنهم اتصلوا بالناس ديال الجماعة باش يعاونوهم، حتى شي واحد ما جاوبهم، حتى شي واحد ما تسوق ليهم. دابا باغين غير يديروا ليه العملية، لأن دابا حنا حاليا مشاهدينا الكرام كنتواجدوا بالمنزل ديال بوعلي، ولكن الرجيلة ديالو يعني عاطي واحد الريحة يعني وخاصها تقطع. غادي نخليكم مع الأخت ديالو غادي تحكي لنا بالتفاصيل. بارطاجيو بارطاجيو هذا اللايف مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، بارطاجيو باش يوصل للجهات المعنية بالأمر، وبطبيعة الحال شي محسن ولا شي واحد أنه يتساعد مع بوعلي يتصل على هذا الرقم اللي هو 0766 65 62 66. غادي تجاوب الأخت ديالو، غادي نخليكم مع الأخت ديالو غادي تتكلم لينا وتعطينا التفاصيل أكثر. السلام عليكم. السلام خويا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. الاخ ديالي مريض دابا مده 25 سنه كيدير الانسولين، دابا شي 12 شهر باش مريض ليه 7، كيمشي للسبيطار غير كيسواني وليه تيجي، كيسواني وليه تيجي. دابا من السبت لهنايا تفرقعت لي رجلو بزاف، كحالت ليه وعطات واحد الريحه مجهده، يعني كنشم الريحه. واحد الريحه مجهده، دينا نهار السبت للسبيطار، قالوا لنا سيروا حتى نهار الثلاث غادي يكون الطبيب ديال العظام. دينا نهار الثلاث للسبيطار ديال الرازي، قال لنا الطبيب راه كاين في الغرفه الاخرى. ضالين نتسناو، كنتسناو كنتسناو تنتسناو حتى 5 ديال العشية، 5 ديال العشية قالنا ودي الطبيب ما غاديش يجي. قلنا لهم كتبوا لنا ديرنا شي حل، كتبوا لنا ورقه، الطبيب كتبت لنا ورقه قالت لنا ديه الميريزكو. ما عندناش فلوس باش نديو حنا الميريزكو لابيلونس، لابيلونس طلبت لنا 600 درهم. كنتصلوا بالمسؤولين ديال الجماعه، كنتصلوا تنتصلوا ديال جامعه برشيد، حتى شي واحد ما جاوبنا. ما عرفتش حنا منتخبين عليهم باش يوقفوا معانا، باش ماشي نهار نحتاجو يتضرقوا علينا. حتى شي واحد ما وصل لينا، حتى واحد ما جاوبنا. عاد باش حنا جمعنا الخواتات مع بعضياتنا، جمعنا كل واحد عنده شويه، عاد دينا الميريزكو، دينا الميريزكو ثاني نفس المشكل. شافوا طبيب السكر، شافوا طبيب العظام، قال لك حنا ما عندناش الامكانيات باش نحيدوا ليه رجلو هنا في الكليه. الريحه حتى شي واحد ما بغى يقرب ليه، كيشوفوا من بعيد كيقول لك رجعوا لبرشيد، عندكم الطبيب، عندكم سبيطارات في برشيد. ودابا حنا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حاله السيد، حنا راه حنا كنوقفوا معاهم، تاخبنا عليهم باش يوقفوا معانا، باش ماشي يضرقوا علينا. احنا اليوم حنا احتاجيناهم حتى حنايا، ما كانش شي حاجه بيناتهم، خلوها بيناتهم، ما حنا ما علينا والو. واش السبيطار ما فيهش تا سكانير، ما فيه حتى شي حاجه؟ واش هاد السيد مرض دابا يمشيو لوحوه؟ ما عندناش ما نديرو ليه، وما كاينينش، ما تسوق لينا حتى شي واحد. حنا كنطلبوا من جلاله الملك يشوف فينا ويرحمنا، حنا راه ما علينا والو، حنا راه ناس فقراء. هاد السيد راه شاده بيت مع الوراثه، راه ما عنده ما يبيع ما يشري، راه كون كان عندهم غادي يحتاج حتى شي واحد. راه ولد البلاد ماشي براني، راه ولد البلاد، هذا راه زيد الكاري الحمر، هذا راه ماشي براني الله جا البارح ولا جا البارح. حنا راه من ايام السي عبد الله، حنا راه البلوك وكل شيء وقف على حنا اللي انتخبنا عليهم. حنا بغينا عنده، وحنا بغينا منه حتى شي حاجه، حنا بغينا غير هاد السيد يداويه لنا، يشوفوا لنا شي سبيطار ولا شي جمعيه ولا شي حاجه تشوف من حالنا. يعني الريحه راه كنشوف الريحه، راه والو، راه السبيطار، والسبيطار هربوا، الفرامليه هربوا، الطبه هربوا، ما تلاش بغاو يشوفوا، واحد بغى يقيسوا، بغى يقيسوا. هضر عليك. اه. الله يسلمك. عم تسمعك.
انا خويا راه مريض ونحال بزاف وداك الشيء، وتنطلبوا من المحسنين يعاونوني، رانا مكربص مشي ونحال. هذا راجل خان دابا اللي في السبيطار تمشي ليه رانا تيدهوش معايا، ها تيشوفوني وتيضربوا علي، ها هنا ها في راسي تيشوفوني ما تيبقاوش يهضروا معايا الطب هذوك الطبه تيبقاو شي هضروا معايا، ما تيشوفوا الخنز وداك الشيء تيديروا الباندا تيقول لي سدوا علينا في الصاله صافي سدوا علينا في الصاله. وداك كان اخويا وداك انا خويا نطلب هادشي، نطلب من الناس محسنين يشوفوا من حالي وشوفوا هاد الدار اللي فيا بارك علي، راه هادشي اللي فينا بارك علي. شحال دابا المشكل عندك؟ هذا دابا المريض دابا خويا بشحال نقول مريض دابا جاي دابا لواحد عام دابا وزرقت لي رجلي مرة مرة تنشوف رجلي زرقي تنقول واقيلا هادي عام السنة دابا تتكرز عليا وهي راه الميكروب بديت يهود عليا. يعني واحد الريحة كنشمو خايبة. خايبة خايبة معناها هادوك ما تبقاوش يحملونا. تمشي عندهم تتبغدو معايا ما تبقاش تبغدو معايا، تقول تعطيني ورقة تعطيني ورقة ديك ورقة هي تتسكتني بها. وتتزيد حالا نعد ما غدير لي هي اش غدير؟ وهذوك الناس اللي معاهم وداك الشيء ما كاين والو. المسؤولين ما تنحضر راسي وتنزيد ناضي. اش يديروا لي؟ يديروا لي الدواء الحمار يديروا لي داك الشيء ناضي. وتيديروا لي البيطار ديما تيدوا لي نزيد بحالك. دابا انت عندك العملية خاصة تقطع. رجلي غادا تقطع كون قطع لنا، حنا ما قطع ما داروا لنا حتى حاجة ما داروا لنا. حنا طالبين طالب رجلينا بغيتها تقطع، ماشي انا طالب شي حاجه، انا بغيتها رجلي تقطع. راك طالب شي حاجه اخرى، انا ماشي طالب شي حاجه. انا بغيت نداو تمحنت انا. هو تمحن. انا ما تنعس لينا نهار. ما بقاش ياكل. الناس ما بقاش يجيني. هو تمحن. الناكل ما بقاش ناكل على حساب راه اش نقول لك حتى حاجه. مع الريحه ما راسو النفس ديالو عافا، الماكله مابقاش كيقدر يدخل الفمو بالريحه ديال الخنز. والحاله ضعيفه. والحاله ضعيفه، راه ما عندوش ما خدام ما ردا، ما كيعرفو برشيد كامل عليه ما كيخدم ما والو، مريض بالسكر. راه 25 سنة. شنو هي الرسالة ديالك على قناة الشعب قناة شوف تيفي؟ أنا كنشوف نطلب من المحسنين ومن الشعب راه يشوفوا بقلوبهم بعينيهم يشوفوا بعينيهم وحنوا بقلوبهم، وكنشوف هذوك المسؤولين اللي كانوا كيشوفوا في هذا السيد كإنسان يعاونوه يحنوا في هذا. ابسط حاجه بغيتي غير لابيلونس سديه وتجيبو، هادشي اللي كنطلبوا منه، لابيلونس سديه وتجيبو ووقفوا معاه وشوفوا لي شي سبيطار اللي غادي يحيد يجلو حيت حتى السبيطار ما قبلو. السلام عليكم. خويا 23 26 هو مريض وانا اللي هازاه. انا ما عنديش امكانيه باش غادي نمشي ندي كلينيك وندير لي عمليه ولا شي حاجه، ما عنديش. بغيت الناس يوقفوا معاه ويعاونوه صافي هادشي اللي بغيت. خارج لي العمليه انا بغيتهم يعاونوه، ما بغيت شي حاجه، ما بغينا حنا حتى حاجه منهم، بغينا عن الناس يعاونوه. ما عندوش عدو عبيت بالك مع الوراثه، ما عندو ما نبيعو. اللي بغى من الناس اللي بغى يجي يشوفوا يجي يشوفوا يجي يشوفوها هو. حنا بغينا عن الناس يعاونوه، ما بغينا منهم حتى شي حاجه، عن المسؤولين يوقفوا معاه ويعاونوه. والمحسنين حتى هما يوقفوا معاه ويشوفوا من حاله حتى هما يعاونوه ويعاونوه، هادشي اللي بغينا. بغيت الناس يعاونوه ويوقفوا معانا، والناس محسنين يحنوا قلوبهم عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشافيه يا ربي، نتمناو الشفاء لبو علي. بو علي اللي يعني رجل مسن، لأنه 61 سنة راه مسن، يعني ما عنده لا ولاد لا حتى شي حاجة، مسكين الوحيدة يعني الختو اللي نعم. تنخدم عند الناس ساعد العيالات، نوب نهار نجيبو نهار ما نجيبوش، اللي جاتو على قد الصير على قد العيشه على قدي انا وخويا. ولا
ومعايا مازال معايا جوج اخرين. دابا مابقيتش نقد نخدم على حسابه هوايا، تاع الناس يعيطوا عليا نقول لهم اخويا مريض تنبقى معاه مقابله. الله يشافيك. امين. الله يشوف من حنا، بغينا الناس يعاونونا عليه، هادشي اللي تنطلب، بغيت عن الناس مسؤولين يعاونونا. فكيف ما كتشوفوا معنا وشادي كرام وشادي قناه شفت بي يعني، وبعلي بعلي مسكين اللي الرجيله ديالو مرضات، لانه هو اصلا مريض مرض السكري يعني تقريبا واحد 25 سنه 25 سنه هو مريض مرض السكري كيدق الانسولين. يعني كيطلب من الخوت والمغاربه ومن الناس المحسنين انهم يتعاونوا معاه، اللي قدر انه يعاون يجي كما قالت لنا الاخت ديالو، يجي يشوف يشوف الحاله، اللي ما قدرش انه يعاون يعني غير يبارطاجي هذا اللايف هذا، بارطاجي وبارطاجي وبارطاجي مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. فلا حول ولا قوه الا بالله، يعني واحد الريحه يعني اللي طالعه من الرجيله ديالو، فهي يعني خانزه بهذا المصطلح هذا. نتمنوا ليه الشفاء ونتمنوا الله يعوضه خير، ونتمنوا من مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه شوف تيفي بارطاجيو هذا اللايف، اللي ما قدرش انه يعاون ماديا فغير يعاون غير بالبارطاج مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه شوف تيفي. فنقدر يعني نتمنوا ليه الشفاء مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه شوف تيفي. اذا مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، والى بث مباشر اخر ان شاء الله. الله يشافيك يا ربي، الله يشافيك ويعافيك.